رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا انا حطيت الفريك وبدات اهدي النار عليه وسبته بقى يتشرب. في المرحله دي باخد شويه منه واحطهم في طبق وابدا احشي منهم الفراخ. تعالوا بقى نبدا المرحله دي مع بعض. اول حاجه بسم الله، ادي الاكياس الحراريه. طبعا الاكياس دي واحنا في السوبر ماركت بنلاقي علب وانواع كتير، لازم نلتزم قوي قوي باللي مكتوب على الكيس او على العلبه بتاعه الكيس الحراري، لان كل نوع من الاكياس ليها استخدام معين. في انواع لازم يتحط جواها دقيق، وفي انواع لازم تبقى تطلقوها مش كبيره كده، وفي انواع بيبقى معاها الرباط بتاعها، وفي انواع ما بيبقاش معاها الرباط. يعني حتى لو افترضت ان انواع الاكياس دي جت من غير الرباط، هوريكم انا عملت الرباط من الفويل اهو، وهربطه بيه وهوريكم استخدامه ازاي. اي نوع كيس حراري لازم نقرا اللي على العلبه استخدامه ازاي. طيب هفتح كده الكيس. زي ما قلت لحضراتكم الاكياس دي عمليه جدا جدا لكل الناس اللي حابه انها تعمل وصفات. بصوا بقى البصل ده هيتكرمل وهيطلع طعمه عسل. عايزين تحطوا جزر، عايزين تحطوا حاجه، انا احط معاه بس كده فص ثوم كمان يطعمه، ورشه ملح وفلفل، وطبعا الفرخه اللي هي ايه اللي احنا عملناها بالتتبيله بتاعتنا الحلوه. خليني الاول اخد الايه المعلقه دي واحشي بالفريك كده الاول شويه داخل الفرخه. بسم الله اهو، هاخد كده في ورق لورق، هدخل كده اهو نحشي ده كده نص ايه نص تسويه جوه الفرخه. ندخل حلو كده الحشو، هيستوي وهيبقى روعه ويكمل تسويته زي القمر اهو. بسم الله حبه حلوين. ناس كتير قوي امزجه انه الفراخ تكون محشيه وياكلوها محشيه سواء برز او بفريك، ما زال حتى الان في كتير من البلاد بتعمل الموضوع ده. انا بصراحه بحبها قوي. انا فاكره ان زمان كانت ماما الله يرحمها كانت بتعمل لنا دايما الفراخ بالرز الخلطه والكبد، وكنا بنحب جدا الفراخ الصغيره المحشيه دي. دلوقتي بقى احنا عاملينه بالفريك، خلاص اقدر اقفل بقى الفرخه كده بالايه تو سبيك. خليني كده اجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل بس كده او بتاعه شيش طاووق لو انا حابه. بسم الله بسم الله، اقفل بس كده اساعد انها تفضل قافله على نفسها. هنا كمان كده كده هنا، واقفل اللي فوق كمان دي كده وتمام. خلاص هاخد بقى الفرخه دي وهدخل هنا في الكيس الحراري مع بقيه خلطتها، مش هسيبها، هاخد بقيه الخلطه كده واحطها هنا على الفرخه كده كده. وخلوا بالكم هديها اللون اللي انا عاوزاه بس مش دلوقتي، هتاخده لما تخلص سوا في جوه الكيس الحراري. هقول لكم هنعمل ايه. هقفل الكيس، بصوا حطها بقى طبعا في البايركس، شيل لكم بقى دي خلاص، قربها لكم كده اهو. بصوا بقى اهو الكيس، حلو الكلام. هقفل اهو بالربطه اهو كده اهو، خلاص قفلت الكيس ده. الفرن عندي سخن وشغال على حراره 180. هسيب الكيس كده؟ لا، هاخد سكينه، ولابد سواء بالسكينه او بالتسبيكس او بتاعه الشيش طاووق، هخرم الكيس ثلاث اخرام او اربعه. ليه؟ عشان يساعد البخار يطلع، لان الكيس ده اول ما هيدخل الفرن هتلاقوه اتنفخ جامد من الحراره. لو اتنفخ جامد ومفيش مكان ينفس منه ويطلع الحراره او البخار هينفجر في الفرن، فخلينا ايه يعني هيطرقع. طيب بسم الله هناخدها، ولا سوائل ولا مرق ولا شوربه ولا اي حاجه، وهدخل كده بسم الله هنا
وهسيبها في الفرن تاخد وقتها. طيب هعمل ايه بعد كده؟ المفروض الفرخه دي اول ما بلاقيها استوت بروح مطلعها بره الكيس الحراري، يعني اتقصب المقص وفتحاه يمين وشمال وسايباها زي ما هي في الطبق بتاعها تحتها الكيس بقيته، وفشغل الشوايه اديها اللون الحلو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي علشان تتلون. بصوا البصل بقى اللي كان معاها، البصل طلع وبقى يعني واخد كده لون حلو قوي كارمل، الفريك اخد من تتبيله الفرخه حاجه كده جميله جدا لمحبي الفريك. ونبص بصه برضو على الفريك بتاعنا هنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، بصوا شريحه طبعا روعه ولسه هيتشرب تاني، سايباه على البخار عشان يتفتح. هقدم الفريك ده في طبق لوحده او تحت الفرخه زي ما انتم عاوزين او تحت مجموعه فراخ، مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي بقى هنبدا نعمل وصفه. في بعض الاسر او العائلات بتحب حاجات زي مثلا ما كنا بنعمل فاكرين زمان السبانخ بالبيض، الشكشوكه، الحاجات اللطيفة دي. النهاردة هنعمل حاجة لطيفة اسمها مفركة الايه الكوسة. بتتعمل بالبرغل على فكرة، بتتعمل بالفريك، بتتعمل مثلا النهاردة هعملها بأبسط الأمور للناس اللي حابة تاكل عشوة بسيطة. أنا عندي كوسة وعندي بصل وعندي ملح وفلفل وطبعا طماطم متقطعة مكعبات وزيت زيتون، لا عايز يضيف لحمة مفرومة ماشي، بس عندي لخليط البيض، البيض أيا كان عدد البيض مع معلقة لبن أو معلقتين وملح وفلفل. هاخد كده بان أو طاسة حلوة هنا ونسخن. تتعمل بفريك وبرغل وبحركات تانية كتير زي ما احنا عاوزين. طيب هاخد كده البصل هخليه جنبي. هنا الفريك بدا يتشرب، خليني انزل له معلقه السمنه اللي قلت لحضراتكم عليها، انزلها في الاخر معلقه صغيره كده اهي هنا تدي طعم حلو. ساعات بعمل كده برضو مع المحشي تخليه كده ايه الله لامع كده وبتدي تيست وطعم يجنن الحقيقه. ريحته حلوه، القرفه رائعه، البهارات اللي اتحطت هتستمتع، محبي الفريك واللي بيحب الفريك هيستمتع بيه قوي. طيب قفل بقى هنا وانا مطيه النار ونبدا نشوف هنعمل ايه. هنا الطاسه عندي او البان بتسخن تمام، هجهز جنبي زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، حط كده وهبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، كده عايزين تخلوا البصل قطع مرئيه كويسه حاسين بيها، اوكي مش عايزينه، عايزينه مفروم ناعم مفيش مشاكل. نعمل كده واحط طبعا معاه رشه الملح، انا عندي بس فص ثوم اسمحوا لي هحطه معاه برضو، وده اضافه من عندي لكن لو حابين. ونقلب كده تقليبه حلوه مع رشه ايه الملح والفلفل، ادي الفلفل وادي الملح بسم الله. ونبدا بقى نحمر تحميره حلوه كده للايه للبصل والايه والفص الثوم اللي احنا حطيناه ده كده تمام. بصوا اتشرب بقى الفريك بقى، يعني ايه ممكن يتغرف كمان بشكل حلو كده، طبق حلو يتاكل جنب اهو شايفين بقى جميل جدا. ممكن اخد ده طبق فريك كده صغير نقدمه جنب الايه الفرخه للي حابب ياكل فريك بس. بسم الله بسم الله. شيل بس ورق اللورة من الحاجات الجميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شايفين الجمال، مش محتاج اي حاجة الحقيقة اهو شايفين. ونقدمه جنب الفرخة
نرفع بقى الحلة دي وتعالوا نبدأ بقى نحمر البصل القمر ده. الله الله، مع فص الثوم. أنا ممكن أقلب كده، أقرب النار جنبي بعد إذنكم. تسلم إيديكم حبايبي، ميرسي لذوقكم جدا. تمام، نزود كده واحدة ونقلب البصل تقليبة حلوة. البيض أهو، هعمل إيه بقى؟ هرش كده فلفل، آدي الفلفل، وهحط ملح طبعا. بسم الله. وبعدين عندي شوية لبن أو كريمة، وبعدين هنقلبهم. لما تيجي تعملوا عجة يبقوا ضيفوا لبن للعجة برضو أو الكريمة. بصوا شايفين، بسم الله، بالراحة كده ونقلبهم. وبعدين أنا البصل هنا أهو بشوحه مع الثوم تشويحة حلوة، خليه بس شوية كده، خليني أنزل شوية الطماطم الصغننين دول ياخدوا منه كده، برضو رشة الإيه الفلفل هنا بقى. دي ممكن تبقى حاجة يعني اختيارية كده من عند حضراتكم، نص مكعب صغير قوي اظبط بيه بس الايه التيست بتاع الايه الوصفه الحلوه دي. ساعات في الشكشوكه برضو بنحب نحطه مع الطماطم، مع معلقه الصلصه، مع قرن الفلفل الحام. الشكشوكه دي برضو في ناس كتير اتربت عليها على فكره، انا من ضمنهم. كلنا الشكشوكه دي، ومش اي حد يعمل شكشوك، يعني مش اي حد كده يقول لك ايه هنعمل شكشوكه فتسيبه كده ياكلك شكشوك، لا ده لازم يكون حد شاطر يعني، لان هي ليها برضو هي بسيطه بس سبحان الله ليها تيست وطعم مش اي حد يعملها حلو. كان زمان مطوع فيه البيض الاحمر اللي هو بالطماطم ده، فاكرينه؟ انا يعني ما كنتش بحبه قوي، بس كان سبحان الله في ناس بتحبه قوي بتربيه عليه برضو. بدل ما بيقلوه كده كرامبل كده بيعملوه بالايه بالطماطم المبشوره وكده. طيب هنزل بقى شويه من الكوسه الحلوه دي. بسم الله كده، طبق كده يتحط في ساندوتش بقى افطار، يتحط فيه عشاء، حاجه خفيفه برضو من الحاجات اللطيفه جدا. هحط رشه ملح بسيطه قوي قوي عشان بس الكوسه تنزل الميه بتاعتها، رشه بقى جوزة الطيب خفيفه كده. الله، اللي عايز يحط اضافه بس شعره، شعره بس حاجه كده ولا يعني بسيطة جدا من النعناع، الله هيتبسط جدا لان الكوسة بتليق قوي مع النعناع. خلينا بس نشوح بقى دي كويس ونسيبها كده تشوح حلو لحد ما ايه ما الكوسة دي تبدا تخس كده وتنزل المية بتاعتها. انا بقى بعمل ده كده مع حضراتكم، وانا حطيت فص الثوم والبصل وسايباهم بقى ياخدوا يدوا مع بعض كده شوية، وبعدين عقبال بقى ما ياخدوا كده مع بعض ونقلبهم سوا. هستسمح حضراتكم في فاصل، هنرجع نكملها ونعمل حاجة حلوة كده بسيطة جدا. احنا في الصيف الواحد بيبقى حران، فإما بناكل حاجات مبردة، عصاير كتير وفش وفاكهة جميلة ساقعة كده، ما بنملش قوي الأكلات الدسمة. ولكن كمان في ناس بيحبوا قوي مع الشاي ياكلوا كوكي، ياكلوا كيك، ياكلوا أي حاجة. خلينا نعمل كده كيك مع بعض بدل ما نشتريه من بره، نعمله سريع في البيت يبقى بايدينا، لان في ناس كمان راحت المصيف وممكن تحب تعمل حاجه سريعه ما تكونش لاقيه النوع اللي على كيفها في السوبر ماركت. فخلينا كده نعمل ايه صنف لطيف وسريع وناخده كده مع الشاي او مع النسكافيه او مع اي حاجه احنا حابينها. بعد الفاصل مستنيه حضراتكم.